جينا بقى لاخر لعبه ترابيزه. لغايه دلوقتي الفريق الاحمر متقدم على الفريق الاصفر نقطتين بس. هنشوف بقى، انتوا ممكن تبقوا بتتعادلوا عادي جدا وتكسبوا في البازل. هنشوف، بتلعبوا بازل دايما مع بعض؟ ايوه. بنتعاون واحنا بنلعب بازل ولا أيوة. بنتخانق؟ لا مش بنتخانق. ساعات لا مش بنتخانق ساعات. اخد انهي اجابه؟ الحقيقه ايه؟ الحقيقه مش بنتخانق. ماشي، انا هاخد ان الحقيقه ان احنا ما بنتخانقش. يلا نبتدي على طول. كل واحد عنده نفس عدد البيسز احنا شايلينها، فهنشوف مين اللي هيكون البازل بتاعته بالتعاون مع اخوه واخته الاول. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي اند جو. ينفع اقربها؟ ايوه طبعا قربها. شو حياتكم بقى، فريق متعاون اهو. خدوا بنت واحده عايزين الساعه، انا رايحه في الساعه. روح التعاون قويه جدا. مين هيبقى اسرع يا ترى؟ دي هنا. ايوه تحت فين؟ لا لا ايوه ده ودي تتحط هنا؟ ودي بتتحط هنا؟ انتوا ايه؟ سيبونا سيبونا ولا ايه؟ يا ماشي ما تركزش، ركز بس ان انت تبقى بتخلص. دي بتتحط سايز، احنا لازم نروح للسايز. هنا مثلا. صح صح صح. دي هنا دي هنا. برافو. انا صح. يا من برافو. وانت صح برضه. برافو يا اسطى. دي هنا؟ فين الديناصور؟ طب دي طيب دي هنا؟ احنا قربنا نخلص هنا ولا ايه ولا ايه؟ ايوه احنا خلصنا ولا خلصنا؟ خلصنا يا جماعه، ده احنا خلصنا بسرعه جدا جدا. مش ممكن على الفريق الاحمر واللي عامله فينا في الجزء الاول، لسه عندنا جزء تاني، لسه عندنا امل ان الفريق الاصفر يشم نفسه شويه واكيد هيعرف يكسب ويتحدى ويسابق ويعمل حاجات كتيره جدا. لكن دلوقتي احنا وصلنا لغايه نهايه الجزء الاول بتاعنا، ما تروحوش في حته، بكره في نفس الميعاد عندنا الجزء التاني من رحلتنا لسه مكمله. بس دلوقتي نقول لهم ايه، اتبسطتوا؟ ايوه. طب نقول لهم باي باي. باي باي. باي باي. باي باي.